السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا أساوي الفضة وهي البارت 32 الجزء الثاني. على بار قاسم راس على أسنانه بغضب وقوة لازم نفسه ما ينفجر. كان يسوق كل شوي يغلط ويسب على سواق السيارات عبالك، بس هو يعرف يسوق. أدب أدب دي ساير أمي قوة على أعصابه، داس على روحه بالقوة وافق يجي ويانا ياخذ نشتري الذهب الهدى. أمي نباحة بليل انطتهم خبر يجهزون روحهم حتى يجون ويانا ويختارون. طبعا أنا في هاي الأيام التهيت عن هدى ما اتصلت عليها لأن صادفت المشاكل بين قاسم وأمي، إضافة إلى أنه هم قمت أتهرب من هدى لأن أخاف تسألني عن سالفة قاسم ورهف، لذلك فضلت ما أتصل عليها أحسن. قاسم هو مشتري الذهب، سالفة ما النسوان أنا شو أسوي جاي وياكم لو هاي شغلات إحنا عند أبوه وأمي. طلعت هاي ترى والله وضمت قلبي يما قاسم، هذا زواج مو لعبة، يعني الأصول تقول تجي ويانا وتشوف البنية وتشترون حلقات سوية، هذا هو حجية صعب تردينه يصير. أبوه الأمي من يقللها حجية تغزر بعيونها وتزم على شفايفها بغيض. أدري بقاسم بعد لا يزال مستمر عامل أمي ببرود، ومن يوم اللي صار قاسم بطل يذكر كلمة يمه عبالك دا يعاقبها، وإذا يريد يحجي وياها يقللها حجية. وصلنا البيت وقاسم بالقوة دخل السيارة بالفرع مالتهم لأن ضيق والجهال يتفاقضون من جوا السيارة. كل شوي أمي تعيط عبالها دعم جاهل يباعون على سيارة باستغراب لأن بين عليهم مو كل يوم يشوفون هيجي سيارة. هسا يمه كان سمعت كلامي وتركت السيارة براس الفرع، مو أحسن لك من هاي اللوعة؟ شنو خو ماكو شي وأخليش تمشين هذا الطريق كله على رجليك. أوف منك، إيش قد عنودي هذا الولد هبارة عليها. صفح واحد وأخذ نفس ما علق على كلامها. وقف السيارة باب بيت أبو شيماء، التفت علينا قبل لا ننزل وحكى ويانا تحذية. قاسم ما أوصيكم عود ناموا يمهم على مدعوفكم وأروح. لا ما أروح، ما راح نطول شغل الدقائق على قد السلام، ناخذ البنات ونطلع لأن أمي انطتهم خبر من الباحة. أم قاسم هاي أمه اشتغلت رحمة الله، شوف من هسه أقول لك احنا طالعين مو تسممنا وتظل تحكي قدام البنات وتخشين خاطمهم، عيب يمه ما اريد اسوي وجهي قدامهم. معاش ينزل مغدابك حجيه وجهك طول عمره يبقى ابيض. يلا روحوا بس لا تتاخرون، الله يرضى عليك ويهديك يا رب. نزلنا وامي دقت الجرس، لحظات فتح الباب وقفنا مصدومين من منظر شيماء المفزوع. شافت امي وصاحت خاله قاسم لحكي بابا راح يموت هدى. أم قاسم يا ستار استوشك الصيع، بابا دا يضربها بالقفة وغافل الباب، أختي راح تموت جوا إيده. إجانا صوت قاسم وهو راكب بالسيارة، كان منزل الجامع، سأل هو عقد حواجبه. هالي شكو الصاير، أمي دارت عليه يما قاسم انزل الحق البنية هذا أبوها تخبل راح يموتها. نزل قاسم وسد باب السيارة وراه وعين على أمه وعين على أمه وعين على شيماء. اقترب وسأل شكو الصاير، شيماء تستعجلهم. عافية قاسم داخل على الله عليك، خلص أختي من جوا إيد أبويا لأن راح يموت. قاسم من أخوة فوتي دخلي جوا وسوي لي طريق. شيء ما فتحت الباب على وسعة، ادخل ماكو أحد غريب. دخلت تفكرت قدامنا وخلتنا وراها وإحنا اتبعناها. أسمع قاسم يحشي وغيض ويا أمي، يلا هات استنمي، ها هي هاي القسمة الزينة اللي قلتي كتلتي روحك عليها. خزرت أمي فاتت جوا البيت ودخلنا من المطبخ وبعدها للهول. شفنا بيتهم في بيتهم سليمة وضحى واقفات يم باب مسدود وشيماء راحت تدق على الباب. وقف شعر باسم يسمع الصوت، هدى تتوسل وتبكي وصوت أبوها عالي يغلط ويسب. يوم مرت قلبي عليها انتبهت لوجه قاسم يسمع صوتها، رص على أسنانه بغضب وقوة كور إيده بغضبه حكى من بين أسنانه ويا شيماء. شيماء شوية سوي مجال خلي أحكي وياها. ويا شيماء ابتعدت عن الباب وهي تباوع بأمل وصوت صرخة هي الأخيرة تنذر بالخطر. اقترب على الباب ودق حيل عبالك يريد يخلعه، قال بصوت عالي رج البيت رج لك اثير عار، صير رجال وافتح لي الباب انا قاسم. هدى ادب روحي استاهل الضربة لان تعديت حدودي وتجاوزت على بابا، بس غصب عني خوفي على شيماء كان اقوى مني. جيت اموت انا بدمي من شفت شيماء دخلت علينا وجه اصفر ملابسها كلها دم، وعرفت بعدها تعرضت للاعتداء والسبب افعال ابونا. كان قلبي يفور علي وكانه ما اكتفى بالمصايب اللي يجيبها انه قام كملها بقصة فلوس المهر. انا ما اهتميت
الفلوس المهاب قد ما همني أختي شيماء قامت ترجف من العصبية والصياح على مود آخذ الفلوس تتعارك وياه وهو يجاوبها بكل برود يقولها لازم أنطيهم الفلوس هذولي هددوني بيكم يأخذونكم إذا ما أوفي الدين. أنا هنا عقلي فصل عن المعقول ليش هو منه وصلنا لهاي المواصيل وليش إحنا نتحمل مسؤولية أخطاء كل مرة شو وقت يصير أب مثل العالم وياخذ دورة ويانا وهنا أنا ما أعرف شلون أنطى انضلق ثاني وحكيت بحكة قلب ما الواحد خلص وصل حده هذا علي ضربني وتالي دخلني الغرفة ورجع ضربني راجدي ثاني على خدي ووقعني بالقاع بس هاي المرة حسيت سمع الصوت صفير بإذني طوط وحرارة نزلت من شفتي ومساحتها وباوعت شف الدم شاف الدم بس ما اهتم وقعد يغلط ويسب زحفت للخلف شفته توجه علي يريد يضربني جسمي كله قام يرجف من الخوف ليش كلبة بتلكلب إذا ما عيت تربيتش من جديد ظاهر أنا هواي خليتش على حل شعبك لحد ما ضغيتي أريد أفتح حلقي ما كل كلام راح رفسني برجليه وجدتي رفسه بشتفي لين كنت متكوبة على نفسي كنت بس أصرخ بألم وأسمع شيء ما وضحايا يدقون الباب يتوسلون بي أفتح الباب إذا ما أخليش تنعلين اليوم وصرتي بي ما أتسمى أثير وليش أنتي البر تحجين وياي هتشي وترادين لعاد صبريلي كان يحكي بصياح اقترب مرة ثانية يريد يكمل ضرب صرت أتوسل بي يعوفني بابا أبوس إيدك كافي بس فجأة سمعت الباب اندق حيل جمدت مكاني بأمل بابا مثل حالي انصدم سمعنا صوت رجال خشن معصب لك أثير العاب صير رجال افتح لي الباب أنا قاسم يوم أنا سمعت قال قاسم وأنا قلبي جاي يوقف يا ربي شنو هالعذاب حبت من أخاف على أساس أنا كنت ناقصه ويجي قاسم رفعت عيوني وانتبهت الباب انقلب وجهه وحكي هو واقف في مكانه ما أفتح لك الباب وأنت منو قال لك تفوت البيتي بدون علمي شوفوا لك اسمعني زين أخذ أهلك وابدع منين ما أجيت ولا تدخل نفسك بشي ما يخصك لا تخليني أطردك عم الهدوء يمه وبعدها ما حسينا إلا على الباب انضرب كل قوة وبصوت يصم الأذان هو منا باب سليم عاوي وإنه بهذا هذقل انطار رفسه ما حسيت إلا على قاسم داخل الغرفة مثل الغيمة السوداء يبعد يمه وها أنا شفته دخل الغرفة وأنا قمزت من مكاني واقفة شفته هد على بابا وأنا هي صرخة وبعدها ما حسيت على شيء أغمى عليه شما دخلت ورا قاسم الغرفة وشفت هدى واقفة بالزاوية ترجف شافت قاسم هد على بابا وقبل أغمى عليها ركضت عليها سليمة قعدت تلطم وصيح يبو هجمت بيتي وأم قاسم قعدت تهدي بابنها تترجى ما يسوي شيء الأثير يما قاسم وقف خلي نفتهم شنو السالفة قاسم عوفيني عليه خلي أشوف هذا السقط شوي اقترب على أثير بتهديد ولك أثير تطرد منو ولك ما جابت أمه اللي يطاول عليه قاسم أثير يبلع ريقة وحكى شوف قاسم أنا ما تعديت عليك أنت اللي جاوزت علي دخلت البيت وقعدت تصيح تهدد وأنا مو يمك ولا بقربك ولك شلون ما تعديت علي وأنت لازم مرتي ومتوليها ضرب وهي عرضي واللي يتجرى يهين عرضي أشرب من دمه وأدفنه بالقاع أثير يتودأ بتوتر حسب التهديد شوف يا ابن الناس هي بنتي وانا حبيها اقتلها وموتها بكيفي وانت ما عندك ما يا يمي انا غيرت رأيي ما ازوجك بنتي خلاص هاي هي كل من يقعد بمكانه يلا هسه تقدر تاخذ اهلك وتطلع ولك اثير اتقي شرك لا تخليني اجرم بيك وعلمك شلون تحكي مثل الرجاجي ولك انا ما جاي اخذ برأيك رأيك تزوجني بنتك لو لا لأن هي بالأصل مرتي وعاقد عليها يعني الموضوع طلع من جوا إيدك صارت تحت حمايتي سليمة ولك يما أثير كتفي الشر ما تشوفه كأن الثور هايج علينا أم قاسم مكفت قدام قاسم وحطت إيدها على صدره تمنع يهد على أثير يما قاسم لا تخلي بالك وياه ترى هذا أم عصب ما يعرف شنو دا يحكي نزم إيدها ونزلهم بس لحظة حجية خليني أرجع ذاكر تخاف هذا نسى نفسه لك عام وانت ذاك اليوم قتلت روحك وتسحلتها حتى أخذ مرتي وهسه ما شفت أخبارك قربت ما أزوجك بنتي التفت قاسم على شيماء وهالة قال لهم جهزوها خلي أخذها للمستشفى وباوع الأثير بتحدي يلا خلي أشوف رجال يفتح حلقة ويمنعني أخذها شيماء جابت عطر يوم خشم دهودة صحتها شوية وهي وهالة سندوها حتى تقدر توقف على رجليها وأثير سد عليهم الطريق وقف قدامهم أثير شو قاسم بنتي ما تطلع وياك من البيت إلا على جثتي سامعني قاسم وصل حده هو كان بس يدور على حجة حتى يهد على أثير وزنقها من قميصه ولطشة على الحائط وأنا كانت إذا كانت طلعتهم على جثتك فهاي محلولة سهلة أسهل منها ماكو وكان يضرب أثير كله
براسه، خلى خشمه يصب دم، هو يوقع دايخ بالقاع. سليمة يبوي راح يموت ابني. راح سليمة على اثير، هي الضحى. قاسم اثير هاي الضربة اعتبرها لمسة ريشة بالنسبة على الناوي عليك، بس بختك ببناتك هنا وإلا قلبي حيل محمل عليك. دا وجهي على البنات، يلا بنات حركوا خلي آخذها المستشفى. هدى كانت كلي أرجف مثل السعفة، كانت شيماء ساندتني وتمشي وياي وهالة حاطة على راسي حجاب. من الهبطة والخوف نسيت حتى ألم الضربة، رفعت راسي وباوع عليها. يمشي قدامنا نافخ صدره، يمشي بطريقة خوف كأنه يقول يا شرشتا. صعدنا بالسيارة، هو صعد قبلنا. قعدت بالنص بين هالة وشيماء، ملت راسي وحطيتها على كتف شيماء. أريد أضم عن روحي بس وين أروحن؟ ساق السيارة وأسمع أم قاسم كل شوية تقول لي يما قاسم انتبه دير بالك، هسه أنت علي من طاير ليش تسوق سريع. فجأة لزم بريك قوي ووقف السيارة بنص الطريق ودار وجهه على أمه. أقول لك حجي ليش ما تجين أنت تسوقين السيارة بمكاني؟ أم قاسم حجت مخترعة، يا أنت صدق تحكي؟ الله ياخذ عدوك على هاي الدقة، والله انت مو عاقل. وقعت قلبي، ارتعت جسمي، همست يم شيماء، عزيلة شيماء للبيت. هذا امه بكبرها راح يجلطها، لعد انا شنو راح يسوي بيه؟ ايش نص صوتش ترى سمعوش؟ شهقت بخوف وحطيت ايدي على حلقي، حكي بصوت اقول شيماء شنو صاير لك؟ ليش ابوك ضرب اختك؟ ام قاسم هي مو جديدة عليه، من يومه هو ما يخاف والله. بناته ام فرزغه تقول ايده والضرب وياهن. اي بس ما معقولة منه الضرب يجي ويضرب، لابد وان اكو سبب. قلبه قبض من سمع السؤاله، عزه هذا ما يفوت هالشي. حسيت بتوتر شيماء مثل اللي وقعت ببرطه ما تعرف شنو الجواب. غمضت عيوني باستسلام، قطعت النفس وحبست بصدري متوقبة جواب شيماء. كان موقف كلش محرج. شيماء بالحقيقة هدى وبابا صار لهم أسبوع متعاركين، هي معترضة على أسلوب بابا لأن هي تعرف بابا ضغط عليك بسالفة الدعمة حتى تزوجها، واليوم كانت تحكي وياه أنه يتنازل عن هذا الزواج، وقالت له أنت طبت وكل شي ما بيه، وأترك الرجال يشوف حياته، وهي مو بالقوة ما يريد يتزوجني، وأنت تعرف هي هم بشر وعدها كرامتها، حالها من حال البنات تفرض. ترفض تتزوج بهاي الطريقة، الواحد رافضها من حركة قلبها. صيحت على بابا وبابا عصب عليها وضربها. كانت شيماء تحكي بطريقة مؤدبة حتى توصل السالفة. القاسم رضي للموضوع بصورة حلوة، بنفس الوقت هي ما كذبت، فعلا أنا انتفضت بوجه بابا كل ما بدأ منه ويانا من ظلم. أم قاسم حكت يا يمه هدي وين صديق تشذب؟ ليش تفكرين هيك؟ هو قاسم وين يلقى احسن منك؟ هو صحيح زواجكم صار تحت ضغط، بس صدق انا والبنات القاع ما شالتنا من الفرح، منتظرين اليوم اللي تنومين بيتنا والصيرين شنتنا. هلا اي والله صدق انا احسب يوم على زواجكم. قاسم نزقت، قاسم خاصرته وحكت من بين اسنانها بصوت ناصي، ويا قاسم ابو الهول انطق احكي لك كلمه ترد بها الموقف، ترى البنيه خايفه منك. حكى بصوت خشن، على شنو تخاف مني يمه؟ يمها بقلبها أنا حتى تخاف مني؟ رفع صوتها موجه كلام الهدى، والأول ما ضيحت وياها. شوف يا بنت الحلال اللي صارت قسمة ونصيب، وكل شي غضاء وغدا، لا اعتراض على حكمة، فأرضي بنصيبك مثل ما أنا رضيت بنصيبي. بهاي الأثناء وقف السيارة يم المستشفى، ونزلوا البنات هو وأم قاسم. نزلوا أم قاسم غيض صوت ناصي، بربك أكو واحد يطمن وحدة بهيك أسلوب؟ داوجها عليها، أقلك حجية إيش تردين مني أكذب عليها؟ ترى الله وكيلك هي واصلة حدها، لا تقعدين تختبرين صبري. ترى ما ظل عندي صبر. دخلنا أنا وشيماء وهالة وقاسم وأمه يمشون ورانا. أسمع أم قاسم بس تتهامس كلام قاسم وتمني بالزايد وربكني. كانت هالة لازمتني من زندي عبالك، راح انهزم منها. حكيت وياها موجوعة، هالة عافية عوفي ايدي يمكن كتشتفي مخلوع وانتي تزيدين الالم. هالة يبوبي ولا بيك، ابتسمت ابتسامة معوقة، اسم الله عليك، هو انتي قابل ناقصة، انتي كلش كافي عليك. اخوك قاسم كنت احكي وباو عليه، اتقدم على الاستعلامات وحكي ويا ولد. بعد الولد الشبل على غرفة الطوابة، دخلنا لقينا الدكتور قاعد خلف المكتب. قاسم سلم على الدكتور، شرح له الوضع على انه اتزحلقت بالحمام ووقعت، بس لفت انتباهي كلمة زوجتي ما اعرف ايش صار بيا، قلبي قام يخبص من الخوف كأنما من نطق هاي الكلمة. حاض علي ختم الملكية الخاصة، جتي هالة يمي واخذتني للسرير. يلا حرام السيد قاسم، ممكن تصعدين على السرير حتى يشوفك الدكتور؟ قعدت على السرير بمساعدة شيماء وهالة. استلقيت على ظهري والدكتور قاعد يسألني على أماكن الألم، وأنا قاعدة أوصف لأماكن ألم. دكتور كتفي
ليأذيني، روحي راحت من الألم. قاسم: هاي شنو هاي؟ قالت: نعوص. زمخ بيها بغضب، أقول: عدلي حلقك. لا، وحكي عدل. لا، أجي عدل لسانك. يوم قمت من مكاني وبوعت عليه، تغى هو دكتور سألني عن مكان الألم. أم قاسم كانت مضحكتها على المنظر ودفعت حلقها، فاتها عيونها على وسعهم. تبوع عليه بخوف، سحبت قاسم على صفحة وحكيت وياه بصوت ناصي: يما على كيفك والبنية، ترى هي هو هيك لسانها من تحكي الراء ما تلفظه. هذا شبيه قاسم، نسيت من كنت تنصب عليها وتطلب منها تحكي لك كلمات كلها براء. اي ادري، بس هي كبرت معقولة بعدها تغوغي. كان يحكي بابا عليها بفضول على تعجب، مشال عينه منها. لا، طالما الدكتور يفحص وهو واقف فوق راسهم. الدكتور: شوفي انا راح اضغط على المكان وانتي قلي لي وين نقطة الألم. لزم الدكتور ذراعي وقعد يحرك بيها بصورة دائرية حتى يتأكد ماكو كسر أو خلع. هو حركها وأنا عطت بألم: دكتور على كيفك دا تأذيني، وين الألم هنا؟ أشرد بالمكان وعيوني على قاسم، شان كلش مدخن، أريد أعرف هسه أنا سويت شنو سويت. وهو معصب قاسم قلة صبر: أقلش حجية رحمة على والديش، سكتيها لا أجوم بيها، خلي شيماء أختها تحكي ويا الدكتور، هاي لازم يخيطون حليقها ويحرمون عليها. النطقم قاسم: يا يما نص صوتك، لا سمعك لبنية والله تتخبل، هي منا قوة جيبيها للطريق، النوب انت تطلع عضلاتك، حنجرتك علينا. كل شوية زامخ بيها. راح الدكتور قاعد يمن المكتب وكتب ورقة وانطها القاسم: لازم تسوي أشعة كتفها حتى نتأكد إذا كان عندها كسر أو فطر. أخذها من عنده وباوع الهدى: بيش حيل تقومين لو أجيب ليش كرسي متحرك. جينت لازم كتفي متوجعة، بس سمع الصوت طفلت بمكاني مثل الجندي المقاتل من يوقف قدام القائد وياخذ له تحية لا ما يحتاج. أقدر أمشي عليه رجليه. أستغفر الله ربي المهني، إلهمني الصبر. أجتي هالة تسدني وشيماء، بقيت يم أم قاسم غرفة الطوارئ لين إيدها مجروحة ما تقدر تساعدني. هالة هدى نصي نصيحة لوجه الله تعالى: بس لا تفتحين حلقك وتقعدين تغوين، لأن أخوي يتخبل من وحدة تنعوص بالحكي، وإنتي الله يحفظك من التغوين تجيبين التاية. هدى بصوت ناصي: عفية، رجعوني يم شيماء، ما أريد أسوي شقة. هالة ناصبة عليها: لج عوبة، سكتي لا يسمعك قاسم ويرجعج سهل. أختك شيماء بوا علينا خزرنا قبل، حطيت إيدي على حلقي وصرت على صامت بالحكي وياي، أجابه بالإشارة. أخذنا صورة الإشعة الكتفي وقعدنا ننتظرها تطلع، وهالي العوبة تضحك علي وأنا ربي حظي حطني تحت رحمتها هي وأخوها. قرصتها من حركة قلبي وهي تضحك وتحك بمكان القرصة. أخ وجعتيني للي أقول القاسم عليك، وبسرعة لزمتها من إيدها وقعدتها يمي تنشبي وقعدي ترى والله أمسح بيك القاع، بس الصبري لي خلي يطلع أخوك وأنا أشوف أن شغلي وياك. عوبة ناصبة علي: بسيطة أنا لك. أضحك: أخ يما بطني والله شكلك وانتي خايفة يخبب. ضحك وين هدى أم لسان قاسم بخزرة الهالة: بس كافي صوتك نصيه ايش قد تحكين، بالع مسجل. ما اعرف اضحك عليها لين انقصفت، ما ادري ابكي على حظي ابا على شكلها. كانت اشتافه كلش عبيضه ومفتونه بحيث القميص يريد يطق من وراها. وجب بالي مثل وماح يصل علوق بين الملوك ابن الذين، والله عليه طول إلا بشده. حبكت إيدي بدون ما انتبه انوجعت. آخ يوم ما تلمس منطقة الألم، استغفر الله والله هسه أنا بيا حال. وقاعد أباوع عليه وأدرس شكله، عبالك عندي امتحان بي. كان كل شوية أباوع عليه، عبالك دي يشوف كائن فضائي. بس فجأة أنا وهالي من قال أقول جنية، أنت شو وقت كبرتي؟ فتحت حلقي مصدومة من كلامه، وصرنا أنا وهالة وحدة تباوع للثانية. هالة أضحك: والله يا قاسم بعدك تتذكر من شنت تصيح له جنية؟ عبست الوجه هسه هو ما تذكر إلا هاي التسمية مالت الجنية، ولو هو أي شيء راح يتذكره من الماضي. أنا أعتبر نقطة سوداء ضدي، أشو المواقف ويا كل شهورة. طلعت الأشعة وأخذناها ورجعنا للطوارئ، شافها الدكتور قال لازم ما بيها شيء، عندي بس شوية تمزق عضلي، راح أنطيش مرهم وأبرة تسكن الأبرة. قمت من مكاني: لا عافية دكتور، ما أريدن كل شيء ولا أبرة. لا عافية دكتور، ما أريدن كل شيء
ولا أبرة. قاسم بصوت ناصي: احترقت عشيرتش فضحتيني. التفت الهالة: هالة أخذيها منا لا أسحلها. أشو قامت تغوي علينا: هس الدكتور إيش راح يفتهم منها؟ بابا الدكتور: ما عليك بيها دكتور، اكتب الوصفة وأنا أخذ العلاج من الصيدلية. هالة الفطيرة قالت ترجم. القاسم: إيش بيك قاسم؟ قصدها تقول هي تخاف من الأبرة ما تريدها. قاسم: يلا هاك السنة. مجتني هلة الثانية قالت ترجم. أقول تمشون من قدام اثنينكم؟ لا والله أطق راس براس. رحت قعدت يمشي معه، أتمنى أختل وراها هذا بس يزمغ بينا. أخذنا حاصل فاصل، طلعنا من المستشفى وبعدها وقفت بالطريق يم الصيدلية أخذ العلاج، لأن هاي النوعية مال الدواء ما متوفرة بصيدلية مستشفى. دقنا قال رائد على المتصل: هلا رائد، شلونك؟ هي اليوم راح أتأخر عليكم، بس أنت تعرف هاي سوالف مال الخطوبة لازم لها حلقات وذهب، والله يعلم بعد شنو يبدون. يلا زين لا تلطش، انتظرني ما راح اتاخر عليك. الولد موجودين؟ لا تمام جايكم، حضروا نفسكم اليوم الا اغسلكم واسل. سد النقال وقعد يحكي ويا امه، وانا قلبي وعقلي وفكري راح لغير وادي. ما سمعت باسم رائد، احس انا بروحي اختنقت. خذلان الحبيب جرحهم صحيح يطيب بس ما ينسي. وصلنا للبيت وشيماء ساعدتني انزل من السياره، هو كان واقف متهاب وحكى ويا شيماء قبل لا يصعد بالسيارة. شيماء: إذا أبوك حاول يعيدها مرة ثانية يضربها لا تردين بالاتصال عليه. شيماء: مشكور ما تقصر، لا هو بابا بسرعة ينسى غضبه، لا تخاف. دخلنا البيت ولقينا ضحى منتظرتنا يم الباب. ها شيماء بشوي شلون هدى؟ كانت تحكي وتباوع الهدى تتفحص شكلها، لا زين طلعت بس رضوض وانطوها علاج. دخلنا البيت ولقينا عمو أمجد وسليمة قاعدة يمه. سليمة: صلوات على النبي رجعن الحباب، هاي وين عن تاب شداد؟ اشو ما اجا وياك؟ شي ما وصلنا واخذنا اهله وراح. باوعت الامجد: ها عمو شلونك؟ والله يا عمو بعد شلوني من ورا ابوكم من العصر طالع من البيت ادور عليه ماكو، رحت المكان ان شاء الله. طلع الاخ فاصلين عن الدوام، صار له 3 شهور عندك لحساب. اذا قلت من يوم طلع هذا صاحب اللي مهتلف من السجن قلت راح تبدي رحمة الله. شي ما اقول عمو بابا أخذ مهر هدى كله باكر، أم قاسم راح تجي تاخذها، تريد تشتري لها ذهب بيهم تقدر تسلفني المبلغ، وأنا عندي سلفة بعد شهرين أستلمها بس ينضون ياها أسددها لك. بوى علي وقال يا الله خلي أجي أشيك أموري وأشوفن، إذا جو إيدي هذا المبلغ قبل أنطيكم إياها، وإن شاء الله ما أقصر وياكم. عافية عمو، كون باكر الصبح ترد لي الخبر ضروري، أن باكر يجون حتى يشترون حلقات، وإذا ما حصلت أشوف أروح أنا أشوف رباب صاحبتي بلكي تقدر تساعدني. شان قال وقال لعني من انتظر الباكر، هسه جاي اتصال على صاحبي وأشوف عنده جو إيده لو لا. قام من يمنه وطلع بالطامة يجري الاتصال شوية وراحه راح رجع هو يبتسم. هذا هو عمو دبرتهم، باكر الصبح إن شاء الله يمش الفلوس. بيت القاسم قبل الخطوة بيوم، هالة البيت خبصه، وخواتي سروة وفاطمة اللي بالمحافظات جويهم وجهالهم خالاتي وبناتهم اجويته وسوى البيت. أمي القاع ما شالتها من الفرحة، بالله عماتي عمامي كان عندهم برود، هم اش وقت فرحونا حتى هسه يفرحون ويانا. قسم اليوم ما طلع للشغل، قاسم اليوم ما طلع للشغل، بقى بالبيت على مود يكمل احتياجات الخطوبة. باكر شيوخ عمامنا من بعيد يجون كلهم، واليوم أمي قالت القاسم باكر تجيب وياك سيد حتى يغدلكم من جديد، أريد كل شيء يتم على حسب الأصول. قالت إذا ذاك العقد ما مقتنعة به مو قانوني. وقاسم بوا عليها بحيرة وجاوبها يلا هسه، هي بقت على هاي صار تدلين نجيب سيد بس بعد حجيت أمين عليه، حجيت أمين على شيء ثاني. كان يحكي برود ويا أمي مثل اللي يريد يكمل واجبه فقط. أمي جاوبت سلامتك يمه، ما بعيدا منك شيء غير بس أفرح بيك إن شاء الله. كنا نحكي وكان يندق الجرس وجت يمنا ماما زوجة عمو محمد ورهف أرجوي. أم قاسم روحي صحي لخواتش، قامت أمي باعت القاسم شنو أنت راح تبقى هنا قاعد؟ حسيت عنا بالحنان، تريد تصرف قاسم ما تريد يشوفنا رهف، بس وين هيئات تقدر القاسم؟ عود مجرد ذكر اسمها في العيون قامت تلمع. قاس قاطع كلامهم دخول بيت عمو محمد، أبو القاسم قام من مكانه بلهفة وعيونه منصبة على رهف اللي كانت عيونها حمر ذبلانة. دخلوا أخواتي وجهالهم وصابت هوسة، ورهف قعدت على صفحة وقاسم راح قعد يمها. أباوع عليها شلون يباوع عليها؟ عبالك إن وحدهم ناسين وجودنا أمي وخواتي وأمها. سلمت عليها وعيونها تنطق بالعتب والزعل. قاسم شبابك رهف ليش عيونك ذبلانة؟ رهف تسألني عن أخباري وأنا أخباري كلها عندك. هذا كله صار قدام أمي اللي كانت حوم تحكي ويا أم رهف وعيونها على قاسم ورهف. أباوع عليها كل شوية تود
تودي واحد من الجهال على قاسم وهف حتى يخاب عليهم اللحظة، أمه تبي تفجر تنفجر من تصرفات وهف ندق الجرس. أمي قبل حكت مثل اللي كانت منتظرة هاي اللحظة حتى تطلع قاسم. يوم قاسم هذا يمكن أبو الثقوب الثانوية اللي كانت متفقة يجي للبيت يلا شوفه هو. قام قاسم من مكانه، هاي شنو شو وقت أشو أنا ما عندي علم به، شفتك ملتهي بالشغل، قلت أغير السقوف لأن ما بقى على عفسك شي، وأريد أسوي خرفتك أغير الديكور كله. قلت فد ماذا أجيب هدى حتى تختار الديكور اللي يعجبها. أبوع القاسم رص على أسنانه بغيض وأبوع البهف اللي دنقت دارت وجهها بعيد عن نظر قاسم. أبوع عليها كوريدة وطلع من الاستقبال مثل العصابة. أبوع البهف قامت من مكانها وطلعت ورا قاسم. يما هي أمي شافتها طلعت وراها، هي قامت قمز أضحك يمكن صعدتها السكر من ورا بهف. قمزت من مكاني على قرصة أمي حكيت بصوت ناصي ولجعوبة قومي لحقي على أخوك.